السلام عليكم شو بيدي زاد فاني كل رانا ولينا ونتكلموا على على نابولي مع تورينو شنا المقابله كيفاش تلعبت كيفاش كملت شنا الشوط الاول ما عطاش نابولي ما خلاش اي فرصه لتورينو باش يلعب وباش يدير ثقه في نفسه شنا كيفاش الشوط الاول سجل عليه هدف الشوط الثاني فاني آه ما خلاش ما خلاش تورينو يلعب بكل اتياحيه وشنا كيفاش المقابله كانت كانت لصالح نابولي اللي مازال شاد باش باش يدي هو يدي لقب تاع ايطاليا لكن امام جينتسي يبقى يبقى الحلم مازال ما تحققش وما هذو هما الفرق الكبيره اللي يعرف بلي اه مز... ولا كيما يقول لك تلعب حتى اخر دقيقة حتى اخر رمق كيما يقول لك حتى يستيفلي عليها الحاكم باش نشوفوا شكون اللي دا الشامبيونات هذه هي اللي تبقى تبقى حلوة في ايطاليا آه نابولي الفريق اللي يستاهل باش يدي الشامبيونات السنه لكن الحظ ما كانش معاه وشنا كيفاش آه فاز على جوفنتيس في الجوفنتي في الملعب تاعو آه شنا كيفاش آه جوفنتيس عاود ولا شنا آه نابولي كيفاش عاود خسر في المقابلة اللي كان اللي ما كانش حقو باش يخسرها خسرها وخسرها بنتيجه ثقيله وشنا اليوم كيفاش تورينو طورين امام نابولي في الشوط الاول الشوط الثاني كان مختلفين وشنا كيفاش لعبوا هذو هما الفرق الكبيره اللي تحوس تلعب حتى اخر دقيقه اللي ما تعطيش الفرصه كيما يقول لك صاحب المرتبه الاولى باش يلعب بارتياح ما يخليش المنافسه هذه هي المنافسه كيما كيما يقول لك المنافسه حتى اخر دقيقه هذه هي وشنا كيفاش نابولي كيفاش راه ينافس في في جوفنتيس الفريق الوحيد اللي راه في في تروازون ولا هو اللي راه ينافس في في جوفنتيس جوفنتيس راه مسيطر على الشامبيون على البطوله الايطاليه وشنا كيفاش هو جو نابولي هو اللي راه المنافس المنافس الوحيد لجوفنتيس هذه هي وهذا هو الدور الاحتراف وثم الفرق المحترفه اللي حتى اخر اخر دقيقه صحيح <applause> ربي يحفظكم